تحية طيبة لكم يا سادة المشاهدين. يعني الحالة تدل على بؤس المواطنين المقيمين في مناطق شمال غرب سوريا. هناك سوء أوضاع نفسية قبل الحديث عن الأوضاع المعيشية. فعلا الحرب التي استمرت لسنوات طويلة ستلقي بظلالها على نفسيات السوريين، وبالتحديد فئة الأطفال الذين يعني فتحوا عينهم على هذه الحياة ووجدوا البؤس في كل مكان. لا ظروف معيشية مناسبة، والعائلة إن لم تكن مفككة بحكم الأوضاع الاجتماعية فهي تعاني الأمرين بسبب أوضاع اقتصادية سيئة. وما ذكره التقرير أنقذوا الأطفال هو في الحقيقة شمل عدة نقاط مهمة، سواء بما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والبطالة، عدم وجود فرص عمل، لكن أيضا هناك استمرار الحياة في المخيمات، وهذا السكن المؤقت يؤثر بشكل كبير على نفسية الأطفال. هم يعني نشأوا في مجتمع جدا مؤثر على نفسيتهم، هم في مرحلة تتكون شخصيتهم، وبالتالي تكون الشخصية في مثل هذا الوضع سيكون مأساوي جدا، ستكون له ارتدادات كبيرة. شاهدنا ارتفاعا كما قال التقرير في الأشهر الثلاثة الأخيرة متضاعف 86% عن الأشهر الثلاثة الأولى في 2020. هذا هو اللافت بالموضوع أستاذ مالك، يعني أعداد كبيرة وأرقام مرعبة حقيقة، يعني 250 تقريبا حالة انتحار وأكثر من 1700 محاولة انتحار. اللافت يعني هي كما ذكرنا أسباب نفسية غالبا، لكن هي يعني أطفال دون سن 15 معظمهم. يعني هل يمكن أن نقول أيضا أن الظاهرة الخطيرة تحولت إلى حالة عدوى في تلك المناطق خاصة بين الأطفال؟ يعني بالتأكيد حالة العدوى بسبب ليست عدوى في مشكلة نفسية أو أمراض نفسية، لكن حالة العدوى بسبب تشابه حالات أو أوضاع العائلات. يعني الأب والأم عندما يعني يشاهدون أطفالهم في وضع سيء، في حال متردي نفسيا، بالتأكيد سيتأثرون، يعني حتى المحيط بهم كذلك الأمر الحال متشابه. للأسف يعني المنظمات التي تحاول تقديم الدعم، للأسف من يخصص البرامج الدعم النفسي أو برامج الصحة العقلية، للأسف ليست هناك جدية وهناك اهتمام كبير. هناك اهتمام في دعم نفسي، لكن هذا الدعم النفسي لا يكون لمن عايش الحرب والقصف، وأيضا عايش ضغوط سلطات الأمر الواقع في تلك المناطق. أعتقد يعني الأطفال في هذا كهذا مؤشر، وأيضا بهذا الوضع يعني ينذر بخطر كبير على مستقبل المجتمع السوري، على مستقبل الحياة والوضع في تلك المنطقة. لماذا لا يكون هناك اهتمام أكثر بالصحة العقلية؟ نعم هناك مشاكل اقتصادية اجتماعية، بالتأكيد هناك يجب العمل على مستويين. المستوى الأول إنهاء حالة التردي المعيشية من ناحية السكن المؤقت في هذه المخيمات السيئة جدا، وأيضا من ناحية أخرى العمل على تعزيز الدعم النفسي للعائلات وليس فقط للأطفال. الأطفال تأثروا بكل تأكيد وتشوهت نفسيتهم، لكن بالتأكيد تأثروا بشكل أو بآخر من العائلات. يجب العمل على هذين المستويين حتى لا نرى أرقام خطيرة في الانتحار وأيضا المشاكل الأخرى الاجتماعية. طيب أستاذ مالك، يعني عمل المنظمات كما تقول، العمل على موضوع الدعم النفسي والإرشاد النفسي، هل هو كاف في ظل هذه الأرقام الكبيرة؟ وما المطلوب من منظمة أنقذ الأطفال أو المنظمات الحقوقية لمعالجة هذه الظاهرة؟ يعني أعتقد أن العمل غير كافي. أنا ما أشاهده بشكل شخصي ومتابعات من على الأرض، أرى أن العمل يعني بمستويات بدائية. الدعم النفسي لا يكون في تشغيل الموسيقى والرقص مع الأصحاب أو المساكنين المخيمات. الدعم النفسي له أساليبه وله آلياته الاحترافية، وليس كما نرى في بعض المنظمات التي تأخذ دعما من جهات دولية أو غير حكومية. ما يجب على منظمة أنقذوا الأطفال وأي منظمات غير حكومية دولية أن تذهب إلى تدعيم الصحة العقلية والاهتمام بها، سواء للأطفال أو حتى للأفراد الأكبر سنا العائلة. للأسف نشاهد تدهور وإساءة لمعنى العائلة في مناطق هذه المناطق التي تشهد حالات انتحار. إذا لم يتم التركيز على جانب الدعم الصحة العقلية، أعتقد أن الوضع سيكون مأساوي أكثر، لأن هذه البرامج الآن الحالية هي برامج هاوية إن لم تكن يعني بدائية. أشكرك جزيل الشكر مالك الحافظ، كاتب وصحفي، كنت معنا مباشرة من عنتاب. شكرا لك.